باك الو الدراري، غادي نختموا رمضان بحلقه ديال البطحه، نمشي حلقه وحده نتلاقاو الدراري مور العيد ان شاء الله بحول الله، وعيدكم مبارك سعيد، وداك الساعه الدراري نكملوا اربعه د الحلقات اللي بقاو لينا. مساء الخير ماريا، ما عقلتنيش؟ يمكنش ما عقلتش، تبدلت عليك بزاف. جاتي نار الله يبارك، عينيك هما هما بدلوش، حتى انت حتى حاجة ما تبدلت فيك، حتى شعرك اللي بيض هذا مكانه. فاش جيتي؟ في التاكسي. عقلتي على الطريق؟ ماما هي اللي عطاتني لادريس. صباح كانت عندي زينة. على بالك قالت لي. كاش ما تاكلي حاجة، أنا عطيت تشربي قزوز جو. ما تشقيش روحك. كاين الذبابة اللي كنت تبغيها وأنت صغيرة، الذبابة تاع الحانوت كنت تكمليها غير أنت. العقل. أنا جيت أشوفك أنت، هذا مكان. سمعتي هكذا؟ زطمت لي البطحة، الناس تشوف، طيحتي الإعلامي قدام الناس يا واسمك، أنا خلاص أنا تبهدلت أنايا. هيا ريح ما تدير في السمير، دوك أنا اللي تنفرا ولا نتايا؟ فايني رونديفو الكرانتيطا مازالها حصلة هنا، وراح تضارب لي في البطحة. ماكوش نضارب فهمي، المستقبل، الإزدهار والتطور ولا بيل في تاع الحومة راهم في اللعب. صافي أنت مخلي لافينير تاع عيناويك ورايح لي لافينير تاع الكارطي. هاد الأمور أنت مازال باش تفهميهم، مازالتيش غيرها، فهمتي؟ هذا يسموه التخطيط، أنا تما ماكنتش نلعب، درت المعاهدة. واش درت؟ معاهدة، العكشة. فهمها تفضل. المعاهدة تقول ختي ربيعة بلي واحد ما يروح للآخر، وهما ما يناسبونا وحنا ما نناسبوهم. سكتني يرحم بابك، برك ما تكون في روحك، اش واحد هضر معاك راني نهضر مع اللاط. ما عندي حتى هضره معاك، خلاص الهضره، روحي دخلي الدار برك من السميره. اقسم بالله ماني طالعه تا حتى ما تزعزعني اليوم، حتى الفريها انا وياك بوختو. هناك الكراطه. راكم شاهدين بلي هي راهي تبلى. يا حبيبي انا شاهدين، ورانا كاع معاك اللازا. انت لا خلقك ربي، خلقك خلي الشيات يا الشيات. يا هكا حرفي ما تقولها والو. نقولها يا رب وراهم الحجر وراهم ما تبداش وما تخلطش فيا راح نذب اقسم بالله راك صوتك اليوم الا انت راجل تيري ليا وراك يا بالله راح حليت لك راسك اليوم شوف الناس ما تقلقنيش ربي يدخل الصوت بس تخلعني شكون هذه ثاني واحد فاكر يدخلوا الكارطي تقول بوبيا تاع بلاستيك واش حنولا سينما تاع باطل هيا قلعي راكي مليحه ربيعه ما قلتينيش لا ما عرفتكش تيري برونطاسيون روحك اسي بوانت بدلت نسيتي بكري كنتي تجبدي لي شعري وكنتي ديري لي القردون يا يما العزيزة ما تقولي ليش برك ماريا بتعمي برنو يخا خموس جبري سمحي لي يا عمر خموس جبري لاز هي بس ما تبدلتيش بزاف ربيعة مازال كي تزعفي بالخوف ايه بو ماريا تعرفيني نزعت تاع قلبي بلانش تخسر عليك انا ما قلتيناش بلاكي جايه عمي برنو على ما قلتيناش بلاي جايه هذا وين جاتها ما كفانيش الوقت بين مولكم برك نحيتي لي لونغواس مازالكم في الخارج واش اختي زينب الحمد لله لازرك بيان لا باش اختي ماريا والله الحمد لله شوالي عليك مرحبا بك ها مرحبا بك في حومتك القديمه كاش حاجه رانا هنا برنو مرفوع ماريا بنتي مرحبا بك يا عمري كبرتي الله يبارك صافي حبيبي صافي الحومه نورت بك اليوم الله يسلمك خالتي قرميه يا مازلتي شافيه عليا انا قلت نسيتيني بعد العوام هادو كاملين وكيفاش ننساك خالتي قرميه وانتي بكري كنتي ديرينا المسمن الله الله مازالها ريحتها سكنت لينا في الراس ارواحي اطلعي شوفي ماريا نطيب لك واحد المسمن تاكلي حتى يخرج لك من النيف اطلعي بنتي اطلعي عمالي صبروا ما نجيش يدي يا خاوي نفوت الحانوت ونجي بركي راحه جيب حاجه ونجي لا عندهم كل شيء في الدار ما تديبوني معك اطلعي بركه طلعي سهل روح اطلعي بعد ماريا يا تجار البطحة ولا راه يهضر معاكم عندي خبر ليكم شباب
شارادة بنتلي ما زيد لكمش في الكرة وخدموا ربي عاونكم ولي نسالوا تاع شهر اللي فات بسمح بونا 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 حاشاكم خوتي وحط موافق للجميع بونا دايما نقول لهم بلي تا زعيم ومولا خير بونا 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 على بالي راكو حايرين علاش راني فرحان درست العقل ونحيتها اللازلي كان مقلقني وعايش لحياتي نهيتهم طريقي بونا كيف نحيتهم الطريق مشيتيني مع معاهده وتفاهمتوا تخلينو البطحة لسبع شهور ديب كيما هذاك نخليلو البطحة قبل ما يخلصوا سبع شهور روح البلديه وزيد نكريها ثلاث سنين كي اللازكي الفراطس يولوا يحلموا يدخلوا لهنا نغلق عليهم بالدوبلي بلون زعيم والله غير زعيم بونا عباد قد ما نعيش ونتعلموا منك بونا قبيله والله غير جاني الضحك سمعت باللي واسمك بالقاسم شد ساره اللي ما نحبهاش هاي علاش ما نحبش نداصركم هاي انتوا بشويه تاعكم عطاها بغالق نقصر معاك بالقاسم مازلنا في بالقاسم كلشي ولاهم انتوما في الزوج بالذات شهرادة نزيد لكم في الكرة انا تقولوا بالقاسم علاه انت اللي قلت لهم بالقاسم انا غلطت وانت واش دخلك ما نقول لك شهرادة تخلصوا لا يا دي الخير تاع الزوج هذوما وهي انتوما هيا روحوا شغالاتكم الحمد لله يا ربي سبع شهور ربحناها بلا مشاكل في هذه اللحظة والله غير يعطيك الصحة والفكرة تاع المعاهدة والله غير قليل يخمم فيها الله يسلمك المعاهدة هذه سبها برك الضربة الكبيرة جاية موراها واش من الضربة ياك تفاهمنا معاهم وسنينا الورق في الورق بصح في التيران حاجة واحدة أخرى تراك داير في بالك بلي بونار كيخلصوا الكونترا مع البلدية يسمح لنا هكذاك لوجه الله في البطحة أنا نعرف السيد هذاك فاش يخمم الله زادي تاع بونار فهمتها اللي ما فهمتهاش تاع الورق والتيران ماذا بك تفهمها لي وما تزربش اي ركز وشكون دوك تفهم انا المعاهده درتها بالعاني باش نضمن بونار باش ينحيلي من بالو هو اليوم راه فرح الميت على بالي دار في بالي بلي دار افير والعشيه يرقد مهني في دارهم وحنا واش نديرو عشيه نصدموا البطحه السلعه قال لي كاينه تما نكسروها نفسدوها ونعاودو نوليو وغدوه كي يجوا موالين السلعه اللي بيعوا يلقاوها فاسده يزعفوا على بونار يجوا بدروحهم البطحه تولي تصفر وبونار يكولي فهمتوا درك زعيم يا خوتي زعيم ما قدرتلوش بصلاز عندي سؤال تفضل عشية احنا كي نصدموا البطحه واش يضمن لنا بلي ما نصيبوش بونار ما تصيبوش انا نعرف الموسوس هذا كيفاش داير كان يعس باسكو كان خايف حنا نصدموا له بصح درك خلاص من المعاهده نضمن الحاله بابا بابا با با في مهندو لاش تبع بزاف تاع الهنود انت وانت تشوف بزاف الاشرطه السنتين على بها راج راه ما تقعدش معنا انا في حوتي انا قاعد وين نحب لاش يزيد كلمه شوف كلمه يزيدها حق ربي ما تفرع انا رايح انا رايح خعيبه انا رايح هذا علاش تجيبوا هذا تاع علاش كمل لاص شوف لاص مادام راكم مجتمعين هكا بينا بيني كاينه حاجه خطونا من المشاكل ماريا راهي هنايا ما تبهدلونيشها واش المشاكل عم يبرنوا رانا قصارين رانا نضحكوا ونلعبوا العبسي كنا نهضروا عليها قلنا مادام ماريا هنا عيب علينا كش ما نديروا وانا جاتني فكره شبهه قلت انا لو كان سبوا الحومه عجبتك عمي برنو ماريا طول ما لا باليش كيما وصيتكم ما تبهدلونيشها روح كل مهمني عمي برنو روح كسوش راسك العبسي وي عندك مهمه وجدوا لهاد الحومه قول لهم العشيه هنا نتلاقاو 11 تاع الليل باش نصدموا البطحه وبالك عمك برنو يسمع فهمت ولا نعاود لك بيان سير فهمت سهلة هذه خلاص انا نقول لك نعاود لك فؤاد باقي تيحس بالحقره حبيبه زربي يدك ماريا جاعت اي متوحشه المسمن دقيقه دوك غير توجد الاولى نجيبها لها بالعقل عليها خالتي قلميه انا انت اللي توحشتك على بالكي سبحان الله غير البارح وانت تجري هنا قدامي ودرك وليتي مرا الله يبارك واش راهي ماك زينب راهي مليحه الحمد لله مسلمه عليكم ماريا قولي الصح صح شفتي عليا ولا لا وكيفاش ننساك وانت بكري كنتي تحوسي تلعبي معنا ما كناش نخلوك كنتي ديري حيحايه الوغ لا شكون يجي يسكتها 20 سنه هذا واش شفتي راكي شافيه على كلش حومه اللي تربيت فيها خالتي قرميه محال ننساها غير هاك بصح قولي لي بانوا لي زادوا عندكم غاشي بزاف لا من بعد ما رحتوا جاو بزاف ناس جدد لي سكنوا انت راكي شافيه غير على اللاز وحبيبه وعندي هشام المازوزي الله يبارك مال انا كنت رحت ماريا هاكي هاكي كولي بصحتك بلاكي راهي سخونه وين رديتوني
كولي بصحتك، كولي ما تحشميش بنين. قولي لي، راكي مخطوبه ولا مزوجه؟ مازال خالتي قرميه، عندي عامين ملي كملت قرايتي بداو كاني خدامه في ان سوسيتي. ايه الله يبارك، الصح كاع كي راكي خدامه. قولي لي، وكتا تولوا الخارج؟ غدوه ان شاء الله انا وماما. اه مازال كاع ما شبعناش منكم. برنو راح يتوحشك، تقاس بزاف كي رحتوا، وتحيرنا عليكم، وخفنا كاش ما صرا لكم، حتى نجانا الخبر بلي راكم في الخارج. هي جات كيما هكاك خالتي قرميه. حكاية طويلة. ايه برك ما تسقسي في الطفلة. قولي لي ماريا، عجبك نزيد لك؟ ما نقولش لا. قولي قولي باش تسمعني قولي. يا ها واش تشرب؟ واش نشرب؟ واش راك دير انا انت؟ خليت قهوة محلولة وجيت لهنا. نغميت لداخل. حبيت برك نشم شوية هواء. وناقص الهواء في القهوة، يسمى يدور هنا الهواء. اسمع، واش حقيتك في هذا الموضوع؟ والله غير حتى الناس حقيتك. أوه بصح والله ما كاين واحد في الحومة هذه ندير فيه ثقة قدك. على بالي. بصح قولي أنت الأول. لا لا تنقدر، قولي أنت الأول. ماريا ماريا صح؟ بتبرنو. من نهار اللي شفتها. خلاص. كيف خلاص؟ كيف؟ سلام. كيف خلاص ما فهمش؟ صح نقول لك، من النظرة الأولى، من النظرة الأولى حبيت الطفلة هذيك، حبيت نروح نخطب بعد عمي برنو. بصح والله في الحقيقة حشمت. واش رايك انت زعما برنو يقبل بيا؟ والله ما على بالي، انت على بالك هذي. بصح قول لي، انت عندك قهوة ومولا سيفي قريب تخدم في البلدية، نورمالمون يقبل بيك. عقولتها في أمك. يرحم بابك، روح هدر معاه. والله ما نسالك هذي المزية. نهضروا على الطفلة. ايه خلاص الطفلة كمريقل، دوك انت واش دير؟ تروح تدبر كوستين باش تبدا تخطب. عبك بلي فرحتني. الغمة الغمة اللي كانت فيا قلعتها لي. قول قول. قول لي مقبلة كيما جيت، قلت لي سحقت في واحد الموضوع. أنا؟ ايه لا لا والو والو والو، شوف عبك واش درت هي. تتريح هنا ما تزغوتش، نروح انا نفريها لك ونجي. هيا روح اسرع. دبر عدسي. برنو منا يا ماشي منا. برنو منا، ايه برنو. ايه برنو برنو، على بالي على بالي. برنو. صح عمي برنو، تاوي مصلح برنو ونقا مليح على بالك. افد غنجلك شويه عمي برنو، يعطينا الصحه يعطينا الصحه. عمي برنو الله يعيشك، صاني بون لا كريزي العالية هكذا هكذا يسمى الكريزي خمس صاني بون ضربه واحده. نعرفك مليح العبسي، كنت تدور هكا على بالك. الكريدي ما فيهاش، من العام اللي فات انا نسالك 136 الف ونص، عطيني دراهمي. كريدي حبستو وديجاني نخدم بعرقي حاشاك. دوكاني ناوي نبني المستقبل تاعي. واش تسحق؟ والله ما وقتك العبسي. البارح في الدار انا ويما قاعدين، قالت لي كبير. قلت لها هو؟ قالت لي يلزم لك مراه تقسم هموم الدنيا معك. قلت لها انا نورمال، وانا في الحقيقه كي تجي تشوف مانيش مقلق كاع مي برنو. ابدي راه حبس غبرت لي كاع الخبزه. شراك باغي والله العظيم؟ شراك بسحق؟ ماريا. ها؟ بنتك ماريا غشتها، تفكرت الهضره تاع يما، سبحان الله، جيت عندك ديريكت. بالي كسر لك راسك، يضرب وجهك عليا. هيا روح من هيا روح. سمع واش يقول يما؟ ما فيهاش. ما فيهاش ايه؟ قول لامك ما خاصناش المهابيل، هيا روح منها روح روح. صح دوك فهمتك. ارتشو هذا البالي تاع يما. يلا. واش راكي ماريا؟ لاباس؟ الحمد لله. انت ملحومة؟ مش جيتيش عليا؟ بصح انا شفيت عليك. انا اللي نديفاني في القهوة تاع عمي علاوة، بصح راني داير دوسي في البلدية. بكري كان شعري طويل ويزقوا لي باجيو. هذا وين تفكرتك عمي العكشة؟ كي راك داير كرام ولادك والمدام سافا؟ ما رانيش مزوج، بصح راني معول. الله يسهل لك ان شاء الله. هلا في روحك عمي العكشة.
تفضلي دخلي. ندير لك قهوة. الله يعطيك الصحة. هنا وراني عايش. تكفيني هذي ونزيد قريب الحانوت. كانت في عمر 5 سنين ديتك صورتك نهار العيد الصغير. من وقتاش راه محطوط هنا؟ نهار اللي رحتي. ها دخلتي الخطره الاولى تاعك اللي يكل شبعتي بكا ما بغيتيش تروحي تقراي. وهذو كنت تظلي تنقزي بهم في الحومه شحال شبعتي طيحات ما يعلم بهم غير ربي. نعم. الصوت ماشي من عند الدراري مشى من عندهم. كنا رايحين قلبت عليها الارض وما لقيتهاش. انا اللي ديتها. شاك فوا جو غاني سيج. علاش؟ قلبي مسقف بينما مش حتنجح هذه الخطه وبالك بونارا وداخل عينو للحمار. ما تبداش تنبش فيها العبش يقعد. خلينا نكمل الخطه اللي تفهمني عليها. مين يمكن يكون داخل نغلق عليهم برا ما يتحركش. هاي تبعوني. العبشي وراك شو الحديده هذه كارا كان موش داخل. قلت لك ما كاشفوا. ها انتوما اربطوك. كان في عمرك 4 سنين ولا 5 سنين هنا في الحوش. وهذه شركة عندك؟ هذه قبل ما نعرف امك. وهذه لانيفرسيتا تاعك الثالثة. انكرويابل هاد التصاوير اللي راني نشوف فيهم. تحسب غير البارح. ما درتش في راسي بلي غادي نلقاهم عندك. ماشي كيما التصاوير اللي راهم في راسي. 20 سنة فاتت. ولا حتى اليوم باش جيتي. ما على باليش. حسيت بلي كان يليق نجي نشوفك. كنت باغي نجي قبل بصح حسيت ترو كومبليكي.
علاش طلقت مع امه؟ هي اللي بغات ماشي انايا. عيت نقنع فيها باش تقعد وتصبر، ما سمعتليش، داتك وراحت. بصح ما طلبتش المحال، قالت لك كري لي دار وحدي او ما نعيشوا فيها اونسومبل. هذاك الوقت ما كنتش قادر، كنت عندي مسؤوليه، كنت رافد ما اخواتاتي، هي بغاتني نخليهم ونروحوا نسكنوا في جهه واحده اخرى. وانت خيرت امك وخواتاتك بيان سور وسمحت فينا. لما نشلون فيك على شادرت على بالك، بس هذاك الوقت انا كنت صغيره وحسيتك بلي سمحت فيا. لو كان جيت بنتك تعب الصح ما كنتش غادي ديرها. صح ماكش بنتي، صح بغيت اكثر من روحي. تزوجت مع امك كانت في عمرك عامين، كبرتك قريتك درت كل حاجه باش حاجه ما تخصكش، كنتي كل شيء في حياتي. نهار اللي رحتي كل شيء صمد. مشي انا اللي رحت، مشي انا اللي خيرت الروح. كي كبرت شويه ماما قالت لي بلي ما راكش بابا تعب الصح، بصح انا حتى حاجة ما تبدلت فيا من الداخل. كونتخيغ، قعدت شهور وانا نبكي عليك، كل صباح نقراك تجي طبطب في الباب وانت ما جيتش. ما جيت ما حوست. شكون اللي قالك ما حوستش عليك؟ عام كامل ونحوس عليك من الدار للدار، عاد فهمت بلي داتك الخارج. حكاكم ما قطعش لي ياس، شهرين وانا متغرب، عاد فهمت باللي خزناتك وبنعت كاع البيبان. دوماج، تمنيت لو كان عشنا في سقف واحد. الشومبر هادي سي فغي صغيرة دافيا. قرمية وراه اللاص ما راش في الدار؟ لا لا ما كانشو، مازال ما دخلش، يكون تحتها مع ولاد الحومة. ما راش في الحومة، فؤاد عندها ساعة ما بانش ومشي مع واداه يطول. راني خايفة لي يكون راح مع اللاص وكاش ما صرات له حاجة مشي مليحة. عدني روحك يا منى، ادخلي درك يجي اللاص يفريها. لا ما ندخلش، فؤاد صغير وما يعرفش صلاحه، قلبي ما راش مهنيني. من بعد اختي من بعد. الوقت فات بالخوف، غدوة عندي طيارة العشرة، ماذا بيا نبقاو اون كونتاكت هكاك باش كي نولي نعاود نشوفك. خليني نعيش مع ماريا اللي في عمرها 7 سنين ولفت هكذا
توحشك على بالي ود نلقاك. ما في قلبي. مالا تهلا في روحك. ماريا، بغيت نسمع كلمة عندي 20 سنة ما سمعتهاش. نبغيك بابا. وأنا ثاني بنتي. دفع 3 دولارات فقط لكل واحد لوت على أزواج. تخيل، بغيتش نتخيل، بغيت نتفرج. راجل ماشي يعطو دموع و جاكي يا جماعة. هاي الحومة، الحومة. هيا ماذا هز في الديه بيادة؟ شمعيه بيحرق غيكونوا الربعة د الحلقات الاخرين ما يمكنش. داخل عاوتاني يعني باش نسمعو من كان كريم. ايه
حملوا تطبيق ستريم وسجلوا انفسكم. دراري عيدكم مبارك سعيد، دخل بصحة والسلامة ان شاء الله وطول العمر، تبقاش عندنا الفيكس جديدة، تبقاش عمر علي ان شاء الله بحول الله.